صباح الخير والفل والورد والياسمين عليكم يا جماعه. بعد العياط اللي عيطناه في الفيديو اللي فات نخش بقى على الفرفشه والنعنشه والفرح بكره عيد ميلاد الحاج امي وانا مبسوطه قوي وعماله اجهز لها في الحاجات فهاخدكم معايا. يلا بينا. الحاجه بنجاح والان الى محطتنا التاليه. هو الصراحه ما بقاش في محطه تاليه، انا نطيت على طول لتاني يوم، بس قشطه يعني ما تركزوش معايا قوي. صباح الخير. النهارده اليوم المنتظر، اليوم المنشود، اليوم الموعود. خلاص يلا بينا. 1 2 3. انا متاخره قوي، انا نفسي يكون كده بجد يعني في الواقع على ارض الواقع وما عامله كده ام متشيكه، بس الواقع هو ان انا متاخره قوي. ياي تمت المهمة بنجاح. ده المكان اللي هنقعد فيه ودي انا عملتها في عمايل ايديا وحياة عينيا، وده الورد والبلالين. دي ليلى. سي هاي ليلى. ساعدتني ارتب كل حاجة عشان عيد ميلاد ماما، دلوقتي مستنية ماما وشهر ييجوا وبس. دلوقتي هتصل بماما عشان اتاكد انها تجهز. ازيك يا شوشو؟ تمام. عامله ايه؟ الحمد لله. عايزاكي على سنجة 10. لا لا ماليش دعوه، عايزاكي على سنجة 10، مالكيش دعوه، هتعرف كل حاجه لما تيجي شهاده تاخدك ان شاء الله. يلا ماشي باي. طبعا هي عيانه ومكسعمه، بس انا اصريت ان احنا نحتفل بيها ونجيبها وبتاع. كل حاجه جاهزه وحاطه ايدي على خدي مستنيه شهد. فينك يا شهد يا امي؟ شكستي نيلا بس بحبك برضو. انا قلت لكم ان شهد كان صاحبتي من صف سادس ابتدائي. على السلامه. الحمد لله على السلامه. انت كيما قلت لك عليها متجوزه لازم تصفيني. انا هسامحك عشان انت عيانه بس. والله يلا تعالي يا مخشيه. وبعدين انت قلتي لي ان هاجي البسك، ولا جيتي ولا عملتي؟ ايوه خلاص يا ماما ما تفضحيناش. خلاص خلاص بس يا نسوان جبت لك الغيط. والله جميل قوي بجد. مش عارفه شفتي يا اختي البالونه دي؟ شفتيها؟ جدا حلوه. مش عارفه والله. بيوتي كاميلا يوتي. شو دي صاحبتي من صف سادس ابتدائي، وبعدين من يوميها واحنا سوا. احنا كده صاحبه كام سنه انتوا؟ ايوه صارت بقى لنا 50 سنه. 25 سنة. اليوبيل الفضي. يما جبت لك برج ايفل بحاله اهي يا حبيبتي. اما هو الهي توصلي برج ايفل كده زي ما انت بتقولي لحد عندي. انا عايزه اديكي اول قطعه. بالعافيه. انا هاخد ريست يا جماعه، انتوا كملوا اكل، هنزل الشوط الثاني بعدين. دي مفاجاتي الثانيه، مفاجاه مريم. شوفي دي مفاجاه مريم. ماما مريم حبيبتي ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. وحشتيني. احبك. كل سنه وانت طيبه ماما. النهارده جدا مبسوطه يا دودو. يلا قولي لهم اللي انا حفظته لك. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. انا ما بعرفش اقول زي دي. برافو.